بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب في الصف السادس في مادة الجغرافيا، نحن حضراتكم اليوم على موعد مع الدرس الثالث عن طريق التعليم عن بعد. اليوم درسنا يتكلم عن المحميات الطبيعية في لبنان، بعد ما درسنا في الدرس السابق خريطة لبنان السياسية وحدود لبنان. نعيد ونذكر بالنسبة إلى لبنان بأن لبنان هو عبارة عن مصطلح طبيعي عمره ما يقارب 4000 إلى 5000 سنة، وإن المصطلح السياسي لم يبلغ 100 عام، حيث تم تأسيس دولة لبنان الكبير في عام 1920 في 1 آب من قبل الجنرال غورو الفرنسي. نتعرف سوية على حدود لبنان. قلنا بأنه يحد لبنان من الشمال سوريا ومن الشرق سوريا ومن الجنوب أراضي فلسطين المحتلة، ونؤكد أنه لا يجوز للطالب أن يكتب كلمة فلسطين، ولا يجوز للطالب أن يكتب الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكتب الطالب دولة فلسطين المحتلة ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. وذكرنا أيضا بأن لبنان يمتد على مساحة 10452 ألف كيلو متر مربع، بما في ذلك مزارع الشبعة المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني. أيضا تحدثنا عن المناطق التدريسية، وقلنا بأن لبنان يتألف من مجموعة مناطق تدريسية. أول منطقة تدريسية هي الشاطئ يلي تكون محاذية للبحر، ثم بعدين عندي السهل الساحلي، عندي سلسلة جبال لبنان الغربية اللي فيها أعلى جبل في لبنان وهو القرن السوداء 3088 متر، ويقول بعض الجغرافيون بأنه ارتفاعه 3090 متر. بعد ذلك عندي سلسلة جبال لبنان الشرقي وفي أعلى جبل جبل الحرمون 2814 متر، وما بين السلسلتين عندي أكبر وأهم وأجمل سهول لبنان وهو سهل البقاع على مساحة، نعيد، على مساحة تبلغ 10452 كيلو متر مربع. ننتقل اليوم للحديث عن المحميات الطبيعية. من عنوان الدرس المحميات الطبيعية، أي هناك شيء يريد أن ينقرض أو أنه شيء مهدد بالانقراض وعدم وجوده على سطح أو عدم وجوده في دولة لبنان وتقوم الدولة في حمايته، فسميت بالمحميات الطبيعية في لبنان. أي أن هناك بعض الحيوانات الموجودة في دولة لبنان التي سوف مهددة بالانقراض نتيجة الظروف الطبيعية أو الظروف الطبيعية أو بعض قيام الناس بعملية الصيد الخاطئ، فإنها مهددة بعملية الانقراض، ونفس الأمر بالنسبة للنباتات. مثل دائما نقول بأن لبنان يشتهر لبنان بشجرة الأرز، وبأن لبنان شعاره الأول شجرة الأرز لأنه تعتبر من رموز لبنان، فعندي كثير محميات تهتم بهذه الشجرة التي يتبرك فيها للبنانيين. إذا نتعرف على تعريف المحميات الطبيعية. إذا المحميات الطبيعية عبارة عن مساحة محدودة من الأرض تصان فيها الأنواع النباتية والحيوانية، يمنع فيها التسبب بأي ضرر للبيئة مهما كان نوع. إذن في عندي مناطق في الأراضي اللبنانية، هلا رح نشوف عندنا مثلا محمية إهدن مثل محمية أرز الشوف، إذن رح نشوف كل هذه المحميات الموجودة على الخريطة. إذن هي عبارة عن مساحة جغرافية ضمن دولة لبنان فيها بعض النباتات أو فيها بعض الحيوانات المهددة بالانقراض، المهددة بالانقراض، فالدولة تعمل على حمايتها من خلال منع أي إنسان من الاقتراب أو تحقيق الضرر فيها على أي شيء كان. إلى ماذا تهدف هذه المحميات؟ تهدف هذه المحميات للحفاظ أولاً على جمال الطبيعة وحمايتها وتنميتها. وكلنا نعلم ما أهمية الطبيعة وأهمية الأشجار من خلال عملية ثاني أكسيد الكربون وعملية الأكسجين، فالدولة تعمل على الاهتمام بها وحمايتها وتنميتها والمظهر الخارجي أيضاً. وفي لبنان عندي وزارة خاصة اسمها وزارة التربية، هدفها الأول هو حماية هذه المحميات والحفاظ عليها من أي عملية تخريبة أو من أي عملية موجودة تضر بها بشكل عام. عم نشوف تأسست عندي جمعيات، ومن صفات هذه الجمعيات بأنها ليست جمعيات رسمية، وهذا ما يميز لبنان، وهي نقطة سلبية ونقطة إيجابية. أولا بأن النقطة السلبية هي عدم وجود جمعيات رسمية تابعة للدولة تقوم بحماية هذه المحميات، والنقطة الإيجابية هو الوعي الكبير عند هؤلاء الأشخاص ذو الوعي الكبير الذين أسسوا جمعيات بأموالهم الخاصة لحماية هذه الموارد وهذه المحميات، ومنها جمعية أرز بشري، جمعية أرز الباروك وغيرهما من هذه المحميات. وتسمح المحميات للطيور والحيوانات البرية التي قاربت الانقراض العيش والتكاثر فيها. أي عندي مجموعة من الحيوانات كما تحدثت سابقا مهددة للانقراض إلى أماكن خاصة تقوم بعملية التزاوج والتكاثر لكي لا تصبح مهددة بالانقراض. رح نتعرف الآن على أهم المحميات الموجودة في لبنان التي تحتفظ بالنباتات الطبيعية وبالحيوانات المهددة بالانقراض.
عندي اولا محميه ارز الشوف، اذا وهي في منطقه الشوف. محميه ارز الشوف تاسست في عام 1966. محميه جزر النخيل وهي موجوده في مدينه طرابلس، وفيها انواع من اشجار النخيل والنباتات، وفيها ايضا انواع من الارانب البريه التي مهدده بالانقراض. تاسست عام 1992. محميه حرش اهدن وتعتبر من اهم المحميات، موجوده في شمال لبنان على علو ارتفاع ما يقارب 1800 متر، مهدده بسبب عوامل الطقس، اولا نتيجه الطقس القارس والبارد، وبنتيجه جهل بعض الناس بعمليه اقتناص الحيوانات والصيد بالطريقه الغير شرعيه والاقتناص بالطريقه الغير شرعيه. محميه الارز قاديشه وايضا موجوده في شمال لبنان في منطقه الارز، اسست بال 86. محميه شاطئ صور وهي المحميه المختصه بحمايه النباتات والحيوانات البحري الموجودة في جنوب لبنان في منطقة صور، تؤسست عام 1998. عند محمية أرز تنورين وتعتبر من أهم المحميات الموجودة في دولة لبنان، وفيها نباتات، وأهم ما يميزها وجود شجرة أشجار الأرز 1995. وعند محمية وادي نهر إبراهيم 1997. ونذكر بأن المحميات لها أهمية كبيرة في العالم، وأن الدول تفرض ميزانيات ضخمة لهذه المحميات للحفاظ على بعض الحيوانات والحفاظ على بعض النباتات. وهكذا نكون قد أهنا درسنا اليوم الذي يتحدث عن المحميات الطبيعية في لبنان، ونأمل من طلابنا الأعزاء بصفحة 62 فقرة استنتج، على الطالب أن يقوم بحفظ هذه الفقرة وانتباه إلى المعلومات الواردة فيها بالصفحة 62، وشكرا لحسن استماعكم.